البلديه، بلديه دمنهور، بلديه المحله ودمنهور. دمنهور يا جماعه على الشاشه فاهمني. فزي ما قلت لحضرتك، انت عندك دلوقتي لما بنتكلم الفتره اللي انا كنت بلعب فيها اللي هي كانت الاول دي، انت عندك كان يعتبر معظم اللعب كان يعتبر دوري ممتاز. لما تكون بتلعب الاولمبي، بتلعب دمنهور، بتلعب المنصوره، بلديه المحله، ده كل الفرق دي كانت كلها دوري ممتاز. صح. دلوقتي لما دخلوا كانت كلها مجموعه واحده على فكره. دلوقتي دخلت عملت ايه؟ مجموعه القاهره لوحدها، مجموعه بحري لوحدها، مجموعه الصعيد لوحدها. فانت بتتكلم احنا بس اللي فرق مجموعه الصعيد بس عشان المسافات اللي بين الانديه اللي هي تعتبر مثلا من اسكندريه من دمنهور ما يقدرش يروح لغايه بني سويف والحاجات دي، فدي ايه؟ مواصلات. فاللي فرق دلوقتي ايه؟ هي بس ايه؟ نقطه المسافات. الاول كان الملعب مفتوح، كنت بتلعب الشمس تمام، كنت بتلعب دمنهور، كنت بتلعب المنصوره، بتلعب المحله. فعندك الفتره دي كلها تقدر تلعب الفرق دي كلها، كانت دوري ممتاز يعتبر دوري ممتاز، كان الملعب مفتوح تلعب كوره على الارض. تمام. دلوقتي اللعب كله هتلاقيه متشعلق، بص الاهداف كلها هتلاقيها بنفس الشكل كده. تمام. على حال كابتن اسامه عبد العزيز، نورتنا واسعدتنا النهارده. ربنا يخليك يا دكتور، تسلم يا رب. اشكرك، ربنا يخليك. ومشاهدينا الكرام بشكر حضراتكم ودوما تقبلوا تحياتي.